نجدد ترحب بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من سوق ولاد عبدون بمدينة خريبكة. هاد الشيء اللي غادي تشوفوا خوتي كيفرح بزاف، يعني ملي كنلقاو شباب عندهم هاد القلب الكبير، عندهم هاد التفكير، فغادي نعرفوا بأن الحمد لله كاين المستقبل، لأن هاد الشيء غادي يمروه لوليداتهم، غادي يمروه لخوتهم الصغار، غادي يمروه الأصدقاء ديالهم. فعلا مباشر يتلج الصدر، لأن ملي كنشوفوا وليدات كازا معنا اليوم في عاصمة الفوسفات، وجاو من مدينة الدار البيضاء حتى الخريبكة، ودخلوا للسوق اللي كله غبرة، كله يعني فيه معاناة الصراحة، ما غاديش ننكرو. ومجموعة هي فيسبوكية، يعني شباب خداو بادرة. احنا اليوم كنتواجدوا وسط الكاميو خوتي، من بعد ما داروا واحد البادرة رائعة، فتقداو وشراو الحوالة للأسر المعوزة مشاهدي قناة شوف تي في. كما كتلاحظوا معنا خداو الحوالة من عاصمة الفوسفات وغادي يديوهم للدار البيضاء، وغادي يفرحوا بهم الأسر المعوزة. شكون هادو؟ وليدات كازا. شكون هادو؟ ولاد الشعب. شكون هادو اللي حسوا بالمسكين وبالدرويش؟ ترفع لهم قبعة التقدير والاحترام، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يكثر من امثالهم، والله يجعل لهم في كل خطوة سلامة. خليكم معنا ناخذوا الكلمة من عند وليدات كازا اللي دايرين مجموعة فيسبوكية، اللي كلنا خوتي نرفعوا لهم قبعة التقدير والاحترام. شباب كما تمناهم اي مرة يكون عندها شي وليد بحال هكا، كما تمنى اي وحده تتمنى يكون عندها اخ بحال هكا يشرفها يفرحها. تحيه لكم، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. شكرا من شوف تي في على هذا التحسيس والحمل اللي غادي يديروا معنا. الحمد لله تيسر لنا بفضل الله المساعدات والمساهمات ديال المحسنين اننا نجيو للسوق ديال خريبكة وناخذوا ما يقارب 32 اضحيه للاسر المعوزه. هاد الحملة اللي ولفنا الحمد لله كنديروها 7 سنوات متتالية، ملي كان العمر ديالنا تقريبا 16 سنة، والحمد لله بدينا بأربعة الحوالة من وراها 8 16 وكآخر نهار بديتوش من سنة 2015 2015 بديتو، شحال قدرتو من أسرة تفرحوا؟ أربع أسر. أربعة. كيفاش كان الإحساس ديالكم؟ هذاك هو أول إحساس بالفرحة، ملي كتشوف دراري صغار فرحانين، كتشوف عائلة كانت هزة واحد الهم كبير وفوجتيه عليها، خصوصا أنا جيت ديك الحملة الأولى باقي الناس ما كتعرفكش، باقي ما كتاكشفك، وحتى لي كوتيزاسيون كنت كتجمع ب 10 دراهم 20. 2015 فرحتوا ربعة ديال الأسر. ربعة الأسر. 2016 شحال؟ 8. ما شاء الله تضوبل العدد. دوبل العدد. 2017. 2017 18 أسرة. تبارك الله، أنتم غادي أنتم كتكتبوا كل عام كيتضاعف العدد. اليوم كنشوفوكم شحال تقديتوا دابا؟ هاد السنة تقدينا 30 وباقي الخير جاي إن شاء الله. باقي الخير جاي. السنة الماضية في عز كورونا وفي عز الأزمة اللي ضربات كل شيء، الناس بزاف ساهمات وتعاونات مع بعضياتها، ووصلت للعدد ديال 70 أضحية بمعدل 70 أضحية معدل 260 طفل يتيم و 330 شخص مستفيد. ما شاء الله ما شاء الله. ثلاث مدن. اليوم شنو هو التحدي اللي خديتو في هذا العام إن شاء الله؟ التحدي ديال هذه السنة 100 أسرة، وباقي كنطمحوا إن شاء الله إلا كانت أكثر من 100 علاش لا، يعني ما كنهناش كاع الأسر المعوزة تستافد إن شاء الله. واخا كيفاش كتعرفوا هاد الأسر أنتم بالنسبة لكم، بالنسبة لكم كمجموعة فيسبوكية، كيفاش حتى كتعرفوا الأسر اللي خصها تستافد من عندكم؟ صراحة اللي مسكين ما نقدروا، يعني تقريبا نقدروا نقولوا ان جل الاسر في الاحياء الشعبيه كتعاني من اما الكرا اما المصاريف ديال الدراري، كتجي هذا العيد تقريبا كيجي من وراء مجموعه ديال المصاريف، رمضان الصيف بزاف الحوايج، يعني كاين اللي كيكون محتاج ديال بصح، كاين اللي المهم حالات ديال الناس حكايات وقصص. نعم. انتم كتكونوا عالمين هذيك الاسره راكم غتجيبوا لها العيد، ولا حتى كتفاجئوها من بعد؟ صراحه لا، مفاجاه، وكنركزوا على يعني الاولويه يكونوا الايتام حيت هما في امس حاجه وهما الارامل. عاد كنشوفوا الاسر اللي سواء الاب ديالها مقعد او لا ما عندوش القدره باش يخدم، سواء ان الاسره عندها واحد الضائقه ماليه متشده وما عندهاش واحد المدخل قار، هادو هما الاسر اللي كنعطيهم. والبحث كيفاش كنديروه؟
كتكون عارف ان في كل حي كاين واحد السيد اللي اولا واحد المراه عندها واحد الاطفال وما قاداش تكمل لهم، كيكونوا متعفين ما كيقدرش حتى يقولها. فوالا هذا هو اللي كاين. حتى كتفاجئهم كيفاش كيكون الاحساس ديال وليداتهم؟ كيكون ما داك الاحساس خاص الناس تحضر ليه، صعيبه تشوفه. عمرك شفتي شي لحظه بكيتي بالفرحه؟ بكيت بالفرحه، ومره بكيت بواحد الحاله كنت فكرها عمرها تنسى ليا. شنو هي؟ واحد السيده كانت فيها الكونسير، والنهار اللي غادي ندخلوا لها الاضحيه بالليل تلاقينا مع الموت ديالها. الله، هذه عمرها تنسى لينا كايكيب كامله. يعني ماشيين باش تفرحوها، تصدمتوا بالوفاه ديالها. الوفاه ديالها، واللي اغلبيه اللحظات كانوا بكاء فرحه لحقاش. كتشوف الدراري الصغار فرحانين، كتشوف داك كيطيروا على داك الحول، داك الحول اللي كيضحكوا. كتشوف رب الاسره ولا الزوجه حتى هي كانت هزه واحد الهم كبير باين عليها قبل ما تدخل الاضحيه، وملي كتدخل الاضحيه كتلقاها تفاجات وحسات بواحد الفرحه. يعني احساس صعيب نوصفه، وخاص الناس تجربوا. يعني شنو المجموعه الفيسبوكيه ديالك؟ مشاعر الخير، مجموعه مشاعر الخير. هكا مجموعه مشاعر الخير. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. تحيه لكم. سمعوا الاخ الصديق ديالي حتى هو. السلام عليكم. اولا شكرا على الالتفاته صراحه. هذا المنبر هذا الا كنا غادي نوصلوا به شي رساله، غادي نوصلوا به رساله واحده صراحه. فرحه ديال العيد هي زوينه، وكلنا كنعقلوا عليها ملي كنا صغار. يعني العيد ديما كيكون عنده واحد اللمسه استثنائيه. غير وليدينا فوقاش يدخلوا لنا داك فوالا. والحاجه اللي حاسين بها هذه، ولكن الحاجه اللي عمرنا حسينا بها هو انك نتايا داركم ما يكونش عندهم باش يعيدوا. هذا الاحساس هذا صراحه ملي بدينا هذه الحمله هذه ولينا كنشوفوا ناس فعلا اختي ما عندهمش فعلا. يعني هذا الاحساس هذا خايب. يعني مثلا انا كنت كنعقل فاش كنت صغير، الوالد غير كيتعطل ما كيشريش الحوله حيت هو مشغول. انا كنشوف صحابي ملي كيكونوا كيجيبوا لهم والديهم الحواله كل نهار، انا كتجيني علاش انا؟ علاش الوالد تعطل وكنمشي نصدعو؟ انا غير تعطل ما عنده لا ضائقه ماليه لا والو الحمد لله. فما بالك بالناس اللي ما عندهمش؟ ماشي تعطل، هو ما عندوش، ولده كل نهار كيشوف الناس كيدخلوا الاضاحي لديورهم. صراحة هذه القضية هذه انا جيت نفكر فيها غير شوية، قلت من المستحيل ان احنا نغمضوا عينينا او نسدوا ودنينا على معاناة هاد الناس. حيت كيف ما انا عندي هاد الفرحة هذه خصني نشاركها مع الناس، وهذه هي الحاجة الأرقى والأسمى اللي ممكن يشارك بها أي إنسان في حياته. تبارك الله عليكم. منين جيتوا للسوق؟ متى الوقت اللي وصلتوا للفريق؟ حنا دابا لحد الآن 48 ساعة ما ناعسينش. ماشي 48 ساعة ما ناعسينش وما غنعسوش أصلا، حيت الحوالة اللي غيتحطوا في لوكال خصنا نكونوا فايقين باش نحضيوهم. تبداو عاود الحضيض. غادي نشاركوا 72 ساعة تقريبا وحنا ما ناعسينش غير على قبل باش نفرحوا هاد الوليدات هادو ونفرحوا هاد الأسر هادو. تبارك الله عليكم. والله يعني شكرا. داكشي علاش قلت مباشر كيفرح، لأن أي أم دابا غتشوفكم تتمنى يكونوا عندها وليدات بحالكم، أي أخت غتشوفكم غتقول يا ربي تنتمنى الأخ ديالي يكون بحال هكا. إذا ها هو الخير تبارك الله اللي جاوا وليدات كازا، اللي جات مجموعة فيسبوكية اللي كيتيقوا فيهم الناس اللي جربوهم من 2015، عرفوهم بأن الهدف ديالهم واحد، وهو انهم يفرحوا الاسر المعوزه، يفرحوا اليتامى، يفرحوا هذيك الارمله، يفرحوا هذيك طريحه الفراش او طريح الفراش اللي ما قدر يفرح وليداته. كيقولوا له ما تهزش الهم با، حنا نعاونوك تفرح وليداتك، ما تهزيش الهم ميمتي، حنا غادي نفرحوا لك دوك اليتامى. ولكن هذا الشيء كامل ما يمكنش يكون الا ما كانش التضامن والتكافل، هذا الشيء كامل ما يمكنش يكون الا ما درناش يد في يد. وما ننساوش نشكروا صاحب الشاحنه والمساعد ديالو اللي ديما كيتساعدوا معاهم وغادي يعطينا شهاده حق في هاد الشباب او في هاد المجموعه الفيسبوكيه. مرحبا بك اخي، تفضل. كنشكروا شوف تي في وكنشكروا هاد الناس كيقوموا ببادره طيبه، وهذه عامين دابا باش خدمت مع الدري شي لا حتى فيهم روح انسانيه. عرفتي شنو هي كتفرح شي واحد يتيم؟ راه عندك عند الله عظيمه بزاف. وحتى حنا كنتعاونوا، نشكركم قالنا كنتعاونوا حتى حنا كنتعاونوا معاهم باش ما عطى الله، واخا لا فلوس لا والو، ولكن نتعاونوا معاهم بالمجهود ديالنا. وكنتمنوا الناس كامله بحال الدير، حيت هذا العيد راه هو احسن حاجه، فهمت؟ ماشي بحال المناسبات الاخرين. يعني انت كتشهد لهاد الشباب كتشوفهم كيتقاتلوا مساكن، يعني هما كنعرفوا يعني جايين من العاصمه الاقتصاديه من المدينه، وتيجيو تيتلاحوا في السوق في هاد الغبابر. مساكن كيتقداو وحتى الدري اللي معايا انا حتى هو كيتعاون معاهم. كيتعاون معاهم صراحه. وهذا الشيء راه بديره طيبه، خاص بنادم دابا ضروري بنادم بحكو يدير. احسن حاجه هي بنادم يفرح شي واحد يكون عنده يكون ايتيم.
تبارك الله عليكم والله يستقبل من الجميع. امين اختي الله يحفظك. شكرا اختي. اذا هنا اخويا مجموعه فيسبوكيه الاسم ديالها مشاعر الخير. فعلا مشاعر الخير. مشاعي مشاعل مشاعل الخير الخير. اذا بغينا نعرفوا اغلى حولي دابا هنايا هذوك الكبار خلاص ماشي ديالكم ديال مول الكاميون هو اللي مشارجيهم ووصلهم لشي ناس شراوهم هنا في مدينه خريبكه. بعدا واحد السؤال قول لي علاش اختاريتوا عاصمه الفوسفات هي فاش غادي تقداو؟ واش مولفين ديما تجيو ليها نيت؟ صراحه هذا العام الرابع اللي كنجيو لعاصمه الفوسفات. علاش بالضبط عاصمه الفوسفات؟ كتلقى الثمن مرفق شويه وتا من ناحيه الجوده كاينه يعني كتلقى النواحي ديال خريبكه تقريبا كامله كتكون هنايا والثمن كيساعد يعني بلاصه اللي كنت تاخذ اضحيه ب 2000 درهم ولا 1800 كتولي واخد واحد المجموعه جمله. ها هو الاخ عمر كيكون معنا في العمليه مثلا كيكونوا 6 ولا 8 ولا 10 كتدخل عليهم جمله. دابا عارف الاثمنه مثلا شحال باش طايحين عليكم هذا؟ تقريبا الحاجه وثمنها ولا الجمله؟ جمله يعني جمله شحال باش طايح الواحد؟ كتبقى من 1000 درهم حتى 1150 درهم الواحد يعني كل واحد ب 1000 يعني باش حيت خديتيهم جمله خديتيهم شويه رخص. ضروري لان خصك تعرف واحد المعلومه. اليوم تلاقيت مع واحد السيده قالت لي جايبه 1000 درهم باغا نتقدى ب 1000 درهم ما لقيتش. الصراحه هذا العام كرايي شخصي السوق غالي بزاف يعني المسكين. انتوما خديتو بجمله خديتو بهذا الثمن. بهذا الثمن داكشي علاش. وانت ملي كتقول ديك القضيه ديال انها راه هذا مجموعه شباب في الخير فهذا كاين اللي قلبو كيحن ماشي كلشي عاوتاني كاين اللي قلبو كيحن. المسكين الا بقى غادي بحال هكا على التشميله اللي كاينين ما يقدرش يعيد صراحه. يعني كاين الثمن كاين الثمن هذا العام كاين الثمن بزاف حيت كاين شويه الصاير فهمت كاين شويه. دابا راكم كتدخلوا مع الشباب للسوق تتعاونوهم تحاولوا توريهم. احنا اصلا كثيبه حيت دابا مازال العام الجاي ان شاء الله غتكون شويه مرفقه. هذا العام دايره شويه حيت يلاه حيت راه 3 سنين وهي غيتقصح. درويش ضروري غيتقصح. عاود الكساب. ايوا الكساب غيتبرع هاد العام. وراه تا هو مسكين تا هو راه شويه الصير. راه العلف راه الماكله راه الدواء راه كاين ثاني السراقه ثاني كيبات في الليل ثاني فايق راه شل حوايج. راه يقدر كاع يبيعهم كاملين في الكوري ولا شي حاجه يجيو يديروا ليه ويخلوا ليه يخلوا ليه يبقى راه الكوري خاوي. تبارك الله عليكم. وتحيه لكم. الله شكرا شكرا الخير مجموعين. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في اجا خويا هنا على حساب الشمس ما بقى لي الا ان اجي هنا ما بقى لي الا نقول للشباب تحياتي لكم نيابه على كل متتبعي قناه شوف تي في. كنقول الامهات ديالكم لان دابا راكم مجموعه ولكن شي داخل دابا للسوق شي ما بغاش يبان ولكن غنشكروا المجموعه كامله وغادي نقولوا الامهات ديالكم الله يحفظهم لان عطاونا بحال هاد الشباب. الله يجازيك بخير اميمتي عطيتينا خيره الشباب اللي قدروا يفكروا في الغير سعداتك. هاد الخير اللي تيجريو فيه وليداتكم راه تيعود عليكم بالنفع امام الله سبحانه وتعالى غادي تجازاو عليه لان ربيتوا فيهم الاخلاق ربيتوا فيهم روح التضامن ربيتوا فيهم الاحساس بالاخر خليتيهم واخا عيشتهم نتوما قال لك كما قالنا الشاب قبيله انا الوالد ديالي كان عنده باش يشري ولكن كبرتوه على انه يحس بالاخر وهذه هي اللي كنت ديما كناكد عليكم خوتي تنقول لكم مثلا واخا تكون لاباس عليك وبغيتي تمشي تشري حولي غالي بزاف حاول تشريه بواحد الثمن غير مناسب وشري واحد اخر لواحد الاسره محتاجه بلا ما نفك وما نربيش وليداتي على خصني ندخل حولي بقرونو دايرين على جوج مرات قول له ولدي لا اجي نشريو حنا حولي على قد الحال ونفرحوا هذوك اليتامى حتى هما غنصدقوا شاريين جوج نفرحوا روسنا نعيدوا لينا ونعيدوا الاسره اخرى. الا كبرتوا في وليداتكم بحال هاد الافكار غادي نلقاو بحال هاد الشباب مشمرين وجايين وما ناعسينش ودايرين ديك التلازه على ريوسهم والكاسكيطه وكلها مغبره نزلزل كشتي كاسكيطك كيفاش دايره بالغبره وما ناعسينش وداخلين للسوق ويتقاتلوا ويتشاطروا ويختاروا باش يفرحوا اليتامى باش يفرحوا الارامل باش يفرحوا الاسر المعوزه. الله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر الله يجعل لكم في كل خطوه سلامه يا رب. فالحمد لله يعني حتى الثمن باش خديتو خديتو جمله قلتو خديتو ما بين 1000 درهم حتى ال 1050 حتى ال 1150 حتى ال 1150 درهم. اللهم بارك اللهم بارك. ما بقى لي الا نقول لكم طريق السلامه ذكرونا بالمجموعه ديالكم مجموعه مشاعر الخير.
مشاعل الخير. مشاعل الخير. كرسالة أخيرة ما كرهناش جميع الشباب ديال المغرب، مجموعات سواء في الدروبة في الليسي في أي بلاصة، يعني لونجوغاج ديال لي زيتيديون بحال هكا، مجموعة ديال 10 الناس ولا 15 غير 100 درهم لواحد مثلا ولا اللي قدرك عليه الله، وتفرح واحد العائلة هكا كلشي يكون عنده عيد وفرحان وكلشي غادي يوصل لواحد النتيجة اللي زوينة الحمد لله. هنا ربما غادي يكونوا معنا متتبعين اللي غادي يكونوا من المحسنين ويقدروا يكونوا عجبتهم وبغاو حتى هما يقولوا لكم بغينا وريو لنا شي أسرة، إما تديوهم لشي أسرة يفرحوها هما بنفسهم، إما بغاو يقولوا لكم حتى حنا بغينا عافاك نساهموا معاكم، كيفاش غادي يتواصلوا معاكم؟ مرحبا، ماشي مشكل، كاين رقم الهاتف، رقم الهاتف ديال الشباب اللي كيتكلفوا بالتواصل أولا المجموعة ديال الفيسبوك حتى هي، يعني بغى يساهم مرحبا، بغى نوريوه عائلات محتاجة واش كيف يتكلف بها حتى هي مرحبا. إلا كان ممكن أرقام الهاتف راه نعطيو لهم، كاين 06 27 04 45 71، والرقم الثاني 06 26 31 07 34، الرقم ديال الكراس هو 06 48 26 39 05. هادو هما الأرقام ديال الناس اللي مسؤولين، اللي هو أنا وأسامة والدري اللي معنا زكريا، اللي بغى يتواصل معنا مرحبا. وكيف ما قال لكم زكريا راه كاينه واحد الباج فيسبوك إلا دخلتي غادي تلقى فيها التفاصيل اللي كنا كنديروهم سبع سنين كاملة. مشاعل الخير شنو دايرين في اللوغو؟ كتابة بسيليغرافيا عربيك فوالا، يعني هذا هو اللوغو، دخل لك بغير مشاعل الخير تواصل وغادي تلقى هذاك الشيء كامل اللي كنا كنديروه من 2015 لدابا، باش نيت الناس كيبغيو يتأكدوا واش فعلا هذا الشيء كان من شحال هذه ولا لا. تبارك الله عليكم، تحياتي، الله يوصلكم بخير وعلى خير. هادو دابا الناس ديالهم كاينين دابا صافي كاينين، عاد راه مازال ما وصلتوش العدد اللي بغيتو، مازال الاسر عندكم مسجلين. اللهم يسر، اللهم يسر مجموعات مشاعل الخير، الله يحفظكم، الله يخليكم ديما سباقين على الخير وطريق السلامه. شكرا لكاع الناس اللي كيتعاونوا معكم، شكرا للمحسنين اللي كيثقوا فيكم. ها حنا كنقولوا لهم ها هو الواقع، ها هما فين جاوا الشباب، ها فلوسكم والمساعدات ديالكم فين مشات، هما تقاتلوا ودخلوا للسوق وتشاطروا مع رؤوسهم مع الكساب وخذوا بالجمله وغادي يمشيوا ويسهروا عليهم ويباتوا يحضيوهم حتى يعطيوهم للاسر اللي غادي تستحق، الاسر المتعفه اللي ما كتقدرش تقول عطيني، الاسر اللي ما كتقدرش تقول محتاجه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.